بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ بنعمة المسيح تكملة الموضوع اللي اتكلمنا عنه الحلقة السابقة، ربنا يجعله لمجد اسمه القدوس. يا موسى الأسود، ده انت خطيتك صعبة قوي، قوي في الجسم، قوي في الخطية، ده حرام وقاتل وزاني ورئيس عصابة، انت عايز ايه؟ عايز ايه يا موسى بعد ده كله؟ يقول له يا الله الواحد، عرفني ذاتك، انا عايزك تعرفني ذاتك يا الله الواحد. ويروح على على الأديرة ويعلموه ويرجع ويقدم توبة ويبقى القوي القديس العظيم القوي الأنبا موسى الأسود، قوي في خطيته، قوي في جسمه، قوي في توبته، قوي في قداسته. أنا يمكن قلت مرة قبل كده، اما بنيجي نصلي على واحد عليه روح ونطلب القديسين واقول له يلا قديس موسى الاسود، يقوم الشيطان يصرخ يقول لا 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 بلاش الاسود ده، بلاش الاسود ده. يا سلام يا سلام، شوفوا ربنا ورينا من اشر الخطاء الى اقدس القديسين. حينئذ يقول الضعيف بطل انا. يا قديسة بعيسة يلي طول عمرك عايشة في الزنا، يجي ربنا يقبلها. يا قديس أغسطينوس يلي عشت في الزنا كتير، لا أغسطينوس ان انت تعرفيه مات، اما الذي يكلمك الان هو الله الساكن في أغسطينوس ويبقى قديس عظيم. حينئذ يقول الضعيف بطل انا. المرأة السامرية دي مش كانت عايشة في الزنا؟ كانت عايشة في الزنا، ويجي ربنا يقول لها ادع زوج، تقول له ماليش زوج، يقول لها حسنا قلت. شوف ربنا بيشجع ازاي، شوف بيشجع ازاي، وتحولت من انسانة زانية الى انسانة مبشرة. حينئذ يقول الضعيف بطل انا. تعالى عموس، عموس النبي ده كان ايه؟ كان جاني جميز، واحد بشغلته فلاح بيلم جميز، ده يبقى ايه ده؟ ده يبقى ايه؟ ويبقى عموس النبي. حينئذ يقول الضعيف بطل انا. عارفين فيلمون، القديس فيلمون كان عنده واحد اسمه أنسيموس بيشتغل عنده، وهذا الرجل سرق فيلمون، سرقه وهرب. بعد كده تقابل مع بولس الرسول وتأثر بيه جدا وقدم توبة وراح حكاله. يقوم بولس الرسول يبعت لفيلمون يقول له اعتبر الفلوس ده عندي أنا، وهو هيجي لك ما تكلموش في حاجة لأنه أصبح تلميذ من تلامذة المسيح. حينئذ يقول الضعيف بطل أونا. إيه شاول يا رجل إرهابي، يا رجل إرهابي يلي عمال تطلع تذب النساء وتقتل بالسيوف، يتحول هذا الشاول إلى بولس الرسول الكارز العظيم، الكارز العظيم.
حينئذ يقول الضعيف بطن أنا. ولمجينوس اللي طعن المسيح بالحربة ده كان قائد في الجيش وعنيه اتعورت فطلعوه من الخدمة. لما اتصلب السيد المسيح أنا روح أعمل خير، فراح طعن المسيح بالحربة في جنبه. يوم السيد المسيح الحنين يطلع مية ودم من جنبه على عينين لونجينوس يفتح ويبشر بالمسيح، والكنيسة بتعيد له مرتين في السنة، مرة يوم استشهاده ومرة يوم اكتشاف جسده. حينئذ يقول الضعيف بطل أنا. وبعدين نبص كده لسمعان الخراز، واحد جزمجي غلبان. ايه الجزمجي يعرف ايه؟ جزمجي غلبان لكنه عايش في قداسة، وتيجي المرأة تحصره ام ضارب عينه بالمغراس. طبعا على فكرة المبدأ ده غلط، ولما بيقول السيد المسيح لو عصرتك عينك اقلعها وارميها علشان ما تروحش جهنم، هو قصده يقلع عن العادة مش العين، وإن هنقطع جسدنا كله. فإحنا أحبائي بنشكر ربنا ونقول له يا رب إحنا عشمانين وإحنا غلابة أوي 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 كده، تحولنا إلى أقوياء. ونقول حينئذ يقول الضعيف بطل أنا، قدسوا صوما نادوا باعتكاف كل سنة وانتوا طيبين. وبمناسبة الصوم الكبير العظيم، علشان نقدس صوم لازم نقدم اعتكاف بإيه؟ في كلمة الله، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. شوفوا أحبائي، عارفين المناولة؟ المناولة مهمة جدا، اللي مع المناولة كلمة الله. ليه؟ يقول لك إن ما يحضرش إنجيل القداس ما تناولش، لأن كلمة الله المتجسد وكلمة الله المقروءة الاتنين مكملين لبعض. ما أقدرش أبعد عن إنجيل أبدا، لأن كلمة الرب حية وفعالة وأمضى، يعني حامية، أمضى من كل سيف ذي حدين. وقلت لكم مرة قبل كده السيف ذي حدين يعني يبقى حامي من فوق وحامي من تحت، بالضرب كده يقطع وكده يقطع. فكلمة الرب حية وفعالة. علشان ربنا يبين لنا أهمية الكتاب المقدس يجيب موسى كليم الله ويقول له تعالى يا موسى أنا هديك لوحين مكتوبين على حجر، لأن النقش على الحجر التعليم في الصغر كان نقش عن إيه؟ عن حجر ما يتمسحش. وربنا كتب له بأصبعه الوصايا العشر، أربعة على لوح وستة على لوح، علشان ياخد اللوحين دول يقول له لا لازم تصوم، دي حاجة مش سهلة، ده كلامي، أنا هديك كلامي، كلمة الله العظيم الأبدي. يقوم يصوم 40 يوم. ولما حصل مشكلة وكسر اللوحين
وزعن قال له لا تصوم تاني 40 يوم وتيجي تاخد. الاول انا كتبت لك اللحين على حجر من عندي، انت اعمل حجر وضبه انا اكتب. ويقول لنا بصوا يا جماعة، ضعوا كلمات هذه، ده كلام ربنا، على قلوبكم. يبقى دايما كلمة ربنا في قلبي مش معرفة. يا أحبائي، المسيحية مش عبارة عن ممارسات شكلية، المسيحية هي حياة عملية. كلمة الرب حية وفعالة. حط كلمة ربنا في قلبك، خليها دايما عايشة معاك. من فضلة القلب يتكلم اللسان، من فضلة القلب يتكلم اللسان. ضعوا كلمات هذه على قلوبكم ونفوسكم. النفس اللي هتعيش مع ربنا اربطوها علامة على ايديكم. انا شفت الحكاية ديت في حماتي الله ينيحها، الاقيها جايبة استك او قماشة وتربط ايديها من هنا كده، وهي ربط ايديها كده ليه؟ بعدين بقول لها ايه يا تيتا، ربط ايدك كده ليه؟ تقول علشان منساش، انا ربطها من بالليل علشان لما اقوم الصبح اقول انا ربطها ليه، وتفتكر هي ربطها ليه. تصوروا بقى الحكاية دي متاخدة من مين؟ من ربنا. يقول اربط كلمة ربنا على ايديك علشان تبقى دايما فاكرها. لتكن عصائب بين عينيك، عارفين العصابة اللي بيلبسوها بالليل يتعصبوا بيها، علشان تبقى كلمة ربنا قدام عينيهم. علموها أولادكم، يعني ما يكفيش ان انا بس اتعلم لكن اعلمها لولادي. متكلمين بها، شوفوا بقى تعلمها لولادك ازاي. متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم. وانتوا قاعدين، يا سلام، ده ربنا قال النهاردة كانت العظة جميلة، ده فلان قال كلمة جميلة قوي. بشوف في القنوات الفضائية الدينية المحترمة كلمات أو عظات. متكلمين بها حينما تجلسون في بيوتكم. ما العظات اللي بنقولها دي، ما انتوا بتسمعوها وانتوا قاعدين في بيوتكم. وحين تمشون في الطريق، والواحد ماشي يقول يا سلام، اما ربنا ده حنين بشكل، ده حصل وحصل وحصل. وحين تنامون، خدوا بالكم ان دي حدوتة قبل النوم، حدوتة قبل النوم، مش القصص المخيفة، لا، حدوتة قبل النوم. انا بنعمة ربنا كنت امسك اولادي واحكي لهم الكتاب المقدس من الاول، من الاول، واحدة واحدة. وحين تقومون، مش وانت نايم بس، وانت قايم، اكتبها على قوائم ابواب بيتك، زي ما بنكتب كده ببيتك يا رب طليق القداسة، بيتي بيت الصلاة يدعى، وهكذا. وعلى ابوابك، مش البيت بس من بره، كمان ابوابك من جوه. لما تعمل كده يحصل ايه؟ تكسر ايامك وايام اولادك على الارض. ما انت متمسك بيها وعلمت اولادك.
هتبقى بركة انت واولادك. شوفوا بقى الكلمة اللي جاية، ويطرد رب جميع اعدائكم. اللي يمسك في كلمة ربنا مفيش عدو يقدر يقف قدامه، حتى لو الاعداء كانوا اشرار. نصلي ونقول الاعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك. لا يقف انسان في وجهكم. اللي يبقى ماسك في كلمة ربنا لا يقف انسان في وجهكم. اصل كلمة ربنا حية احبائي وقوية، مش اي حد يستحملها. اللي بيمسك كلمة ربنا بامانة، لا يقف انسان في وجهكم. ويجعل الرب خشيتكم ورعبكم. يا شوفوا قد ايه انسان الله او رجل الله يبقى ليه رهبة، ليه رهبة، والناس كده تبقى تتعامل معاه وهي مكسوفة، وهي يعني في محبة وتواضع تقبله وهي خضعة. وبعدين يجي ربنا في الختام يقول انظر. يعني ايه انظر بقى؟ بصوا يا جماعة بقى، انا كلمتكم وانتم بصوا لي بقى، انا عايزك تبص لي بقى. نعم يا رب، انا واضع اليوم بركة ولعنة. البركة ان سمعتم كلام الرب، واللعنة لو ما سمعتوش كلام الرب. ده في العهد القديم. عايز اقول لكم في العهد الجديد ايه اللي قاله بولس الرسول، ان كلمة ربنا تخليك تقف امام مكائد ابليس المتقدة نارا. يجي الشيطان يضحك عليا، مكتوب زي ما حارب ربنا ويقول له حول الحجارة الخبز، انه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عايز اقول لكم مبدأ في الحكاية دي يا احبائي، لا الاكل ولا النوم هما اللي بيفيدوا الانسان، ربنا هو اللي بيدي الصحة وهو اللي بيدي النشاط. يعني ايه الكلام ده؟ انا هصوم، يقول لك عن اكل الصيام ده بيعمل ايه؟ يعمل ده لازم بروتينات ولازم لبن ولازم ولازم، ده عندك انت عند اهل العالم. لكن عندنا ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. يا ما قدسين كانوا عايشينوا على العيش الجاف والملح، عيش ناشف وملح، ما توش ده عمره، وكانوا بصحة قوية. يا ما ناس كانت تسهر تصلي، هل كانوا متغافلين؟ ده كان ربنا مديهم نشاط وحيوية. يبقى كلمة ربنا تخلينا نقف أمام إبليس، ضد مكايد إبليس المتقدة نارا. ويقول البسوا سلاح الله الكامل. البس سلاح الله، ده كلمته. بكلمة ربنا بنقاوم إبليس، يقول احملوا سلاح الله الكامل. مرة يقول البسوا ومرة يقول احملوا. حازين أرجلكم بإنجيل السلام.
حازين أرجلكم، لما نقول سراج لرجلي كلامكم سراج المفروض للعين مش للرجل، سراج يعني نور، هي الرجلين هي اللي هتشوف ولا العين؟ لكن عايز اقول ان كلمة ربنا تخلي الواحد يمشي في طريقه طريق صح. اجي امشي في طريق غلط يقول لي ابعد، السكة اللي انت ماشي فيها دي غلط، ارجع عن ايه؟ ارجع عن انت فيه. حازين ارجلكم بانجيل السلام، دايما يبقى الطرق بتاعتك طرق سلام، ورايح تصنع سلام مش نروح نقلب الدنيا على بعضيها. الحاجة العجيبة ان بولس الرسول ده كان الناس الحكام اول ما يشوفوه او يسمعوا عنه يروح يقبضوا عليه ويحطوا في ايديه ورجليه سلاسل، يقولوا هو ده اللي بيبشر بالانجيل، اربط. علشان كده يقول انا سفير بسلاسل. تصوروا السفير، المفروض السفير ده يبقى ليه مكان عظيم قوي، لكن ده مربوط الايد والرجلين، لكن بقه بيتكلم يقطران شهدا، يتكلم عن المسيح بقوة ومجاهرة. يقول انا اعمل على تقدم الانجيل، انا عايز كلمة ربنا تنتشر. ويقول انا موضوع للمحاماة عن الانجيل، يدافع عنه. طبعا ياما ناس بتتكلم، ولسه سامع من شوية كده ان يقول لك عايزين يجيبوا انجيل كده بمزاجهم، ها متحرفوا عليه حاجات كده مش تبع المسيحية. ينفع؟ ما ينفعش. محدش هيقدر يخش بيننا وبين ربنا وبيننا وبين تعليم ربنا القوية.